السائل يقول: أنا مريض وقد أعطاني أحد الأئمة تميمة مكتوب فيها أرقام، ويقول هي مكتوب فيها أرقام، إيه؟ يقول هي متعلقة بسور القرآن. سؤاله: هل يجوز لي أن أستشفي بهذه التميمة؟ التميمة أولا التمائم ما يجوز اتخاذها على الصحيح، ولو كانت من القرآن، ولو كانت آيات من القرآن لا يجوز تعليقها على الصحيح من قولي العلماء، فكيف إذا كانت من غير القرآن؟ الأرقام هذه لا يجوز الاعتقاد بالأرقام، هذا لا يجوز، هذا شغل عمل الباطنية، هم اللي عندهم الأرقام، ولا يجوز هذا، فأحرقها، أحرق هذه التميمة. نعم.